ها هي ازيدك هي. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، تركيله جديده، نهار جديد. صراحه هذه الكماله ديال التركيله. البارح وصلنا للخميسات، درنا مثل الخميسات واليوم غادي نمشيو ان شاء الله الافران. هو المحطه الاولى دايرين مكناس، حتى نوصلوا لمكناس وعاد نشوفوا واش نكملوا ولا لا، حيت خرجنا معطلين، خرجنا مع العشرة وقسمين تقريبا. المهم نبقاو غادي في الطريق ونبلاني يا اخوان. حنا وقفنا باش نفطروا، جينا من الهوتيل للريستو وغنم كيف عليك حباط صاحبي ما هذاك كنت ماشي كتحب كنت تتهوى. الله يرزق الصحه والسلامه ما بك لا دراما في الشم. نفطر ويكون خير ان شاء الله. هو جا الفطور فيه بيض مخليه، فيه حسوه مزيانه، فيه قهوه، فيه عصير. نقولوا بسم الله نفطروا ونشدوا الطريق. لا تحركنا ها هي هذه ولا ماشي هي هذيك؟ العز قربنا، بقات لنا غير 124 كيلومتر. الله يبارك عليك يا سلام. الشاب مامي فين واقف اخوان. ما تنتفائلوش بخير، شنو هضبط 4 كيلومتر وحنا هابطين، يعني 10 كيلومتر غنبقاو طالعين عاوتاني، غنطلعو في ديك الجبال العالية. يا جبال الريف وعلاش تبكي وتباني قدامي فرحانة؟ قبيلة حنا هابطين، صافي دبرنا عليها. ها واحد الفيلاج لتحت، ها هو هدا تيشكي على الجبال، تيعيش الرومانسية ديالو. قضية حمارت، حمارت بزاف. ونهلا يحمض على شي مسلم، وتنتمناو من المسؤولين يديروا لنا شي هبطه حتى الافران، حيت هذه خير. دابا حنا هابطين، ولكن راه كل هبطه مورها طلع. غنعاودو نطلعو داكشي اللي هبطنا، غنعاودو نطلعو. هذاكشي اللي قلت، للاصدقاء ديالي. ونبغيو نختموا عليكم بصلاه والصلاه على رسول الله. مبارك سعيد، كل عام تعيدوا تعاودوا بحق الله والسلامه ان شاء الله. وعاشورا مبروكه، مبروك عاشوراء وعيد مبارك سعيد. في 76 هاي احنا وصلنا مكناس، كملنا ديك الهبطه. دابا اي تسيبرن فهمتي، من القبيله ديال سيبيريا، بارد عندهم الحال تيكون تمايا. ياك انا اي تسيبرن من القبيله ديال سيبيريا. سيبيريا راه باينه وزن سيبيريا. ما عرفش اش هو، تعرفوش سيبيريا؟ هذا هو الاصل سيبيريا. لا يا عيد سيبرن حتى البروده ما تجيش. دابا عيد سيبرن هما اللي تيليفريو لسيبيريا البرد. لا حبسوا وحق الله عرفتي علاش؟ داكشي باش كاين دابا الاحتباس الحراري وداك التخرف. عنده الصح. انا راه هادشي علاش عزيز عليا انا، حيت هو فهمت عنده العلم بهادشي، الثقافه. شحال اللي ما يسهوا لينا يلا نمشيو. هاي البيكالا ديالها مليون ونص، اللي بغى يشريها مليون ونص راه فهمتي باش غيبيع ثمن ديال الرجوله. قدمنا البيكالا خي انا طلي. هذيك بيكالا غنيه على التعريف، بلا ما نديرو اشهار للسميه راه معروفه. في الجديد راه تدير في 60000 درهم، يعني 6 مليون الثمن. هذه اللي دازتها هي، هذه اللي دازتها. وهذا الشيء اللي كاين هذا مكان كل شيء. درنا واحد التعديلات هنايا باش تولي زايده في الجيتاس. كونترولور هو اللي صايبوه، صايب لي هاد اللعيبه ديال راه ما فيهاش، هادي راه ما فيهاش. دابا راه ولا تكثر هادشي، راه كدوز الناس تقريبا واحد 100-120 كيلومتر هكاك. لوتونومي البطري ديالها راه كبير. اول هادشي اللي كاين. انا ما هاش ثقل انا فهمتي، غادي خفيف. هو اللي مكلف بكل شيء، ومليون ونص ما يهزش كل شيء، راه ما يمكنش، راه خصو يهز. داك الشيء اللي كاين. هما المطر عاوتاني سبقناهم، والله حتى سبقناهم بالله. هما تابعيننا نصور لكم. ما عندك ما دير مطر بك الله تحسن صاحبي. زيد زيد
عينا شو طلع داك الشيء كاع عليه بطنا غنطلعو. طلع مورا صراحة الله شوية كاين هاني يعني رخال غنكملو طلعو نشوفو شنو من مورا. خبي غداتك لعشاتك والله ما يسوى عايش الدنيا بوحدها. هذه هي الطلعه اللي طلعنا طلعت من هنايا شي حاجه شي حاجه مشات مني. دابا انا في شحال فيا في 60 سكت ما قلت فيناش لا ما فيناش حنا ما بقاش لا والو استر ما استر الفيديو واحد ديري العين الحاج عاود لنا شي قصه من ديك القصات ديالك الله فين القصه بعدا القصه ديالك في عام 86 باش كانت اليوم في عام 86 هنا عتي فاش كان الاستعمار عتي هنا كانوا العمارات دابا راه كلشي لا والو مشى 76 56 دوزنا شي ايام والله شي ديك الاستعمار كنت تهضر كون قالت العجب ايه ديك الصمه وهذوك اللي حداتها وما ظريف احنا اخونا جينا نعمروا الماء هنايا وما لقيناش فيها الماء وما يعمروا لنا دوك الناس اللي الفوق عطاونا المنظارين الله يخلف عليهم الله يخلف عليهم عطاونا الماء وعطاونا المنظارين المنظارين الله يخلف عليهم هادو دابا ثلاثة شتيهم تيمشيو هادو اصورتي لا ديالو هذا لونسومبل الليمون هذا انس كياك الليمون سلموا على انس كياك الليمون دابا انا غناكل انا الليمون بيكالتي راهي لتحت بيكالتي راهي لتحت اي با اسكو جو فو دير كو جو سوي لا فرانس لا تور ايفل بيان سي بغيف بغيف الونزي تي نو بغيف بيان داكوغ ابيان حنا في اي تميمون دابا حنا الاخوان في اي تميمون وقفنا غير نرتاحو عاوتاني شويه فهمتي الشمس قاصحه بزاف وبنتنا هاد اللعيبه هادي هايله نرتاحو فيها شوية ومن بعد غنكملو البوفكران اش من بوفكران الله يهديك الحاجب 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 باقا ليها شي كدا و كدا و 30 لا شحال شفت قبيلة 40 40 دير ليها 40 هذا مكان نرتاحو شوية و نتحركو ليتس جو اخوان ها حنا يلا قصينا شوية عينا صاحبي وباقي هادشي باقي بعيد بحال غادي وتيبعد الله يدير شي تاويل خير صح هاي بيكالتي تا هي فرحانة او غيجبد البيض والخليع اللي فطرنا بهم يعاود يفطر دابا هو فهمتي لا راه رجل منفر رجل محنط تخلعه هو يموت ورا شي فمو هذا عندي فرمايزة انا حلو والله واه كيما دير عطوني كنت درتها في هذاك تقول لي منك لا دابا يا ربي خليكم معايا منك الخمت سي راه فرمايزة دير الحل انا واو هذا خليه كنخلعو راه فرمايزة فرمايزة تتشري لك ثلاجة خليكم تحت هذيك بحال هكا لا تونس يا ربي ما تكونش تبغى جات يا ربي ما تكونش حتى فرمايزة نضيع عليه دعوة واخا يتبزا يا ربي ما تحسبش ليا الدعوة الدعوة الجاية شرينا التمر واللوز وكاوكاو اللوز وكاوكاو والزبيب قلت لي دير لي 10 دراهم التمر دار لي 6 دراهم قالت لي تعطيك 5 دراهم هاد المرة هادي ما داوش لي بالصدام لقيت فلوس
يا لا ما تعيش اصاحبي فرماجه هاني واخا تبغج علاش حاجه مزيانه يا ربي شوف 2 مليار ها هي لا فرماجه لا 2 مليار ما عرفت فين هي فين كنت درتها واش هي مشات 2 مليار ولا فرماجه ما يدينا هذيك صحاب فليسات راه غير راسك فليسات هذاك شنو قال لك هو ديالي اصاحبي ضاعت وتصدقت دابا يا ربي السلامة يا ربي شي 2 مليار شري باكية الفرماج ديال هولندا شتا هولندا شري باكية 2 مليار في هاد اللقطة ما عندكش مال غتجي عليك بطير تهزاك شنو غيديرون 2 مليار تاع طلع ميت انت بيكالا دابا يعني باقي بعيد وكل المستبعد لا بالعكس غنمشي لهاد الفيلاج اللي فتناه غنشري بيكوب لا بقيتي سينيال ناكل سينيال الا كانت عندك 2 مليار تقدر دير بها تخلي شي حاجه يصيفطها لك في الكونت اليوم يصيفطها لك هادشي لا هي واحد الارض بلس بقى نفسر انا صافي راه فسرت بلا ما تقول لي علاش نجبدو فرماجه توريهم مشات لي فرماجه صاحبي راه ما يمكنش ها هي ها هي هي تنشدها وتتزلق ها هي زيد نتبغجها العز هاي الماكله تشوفوني كناكل فرماجه هادشي راه احساس ملي تضرب فرماجه هكاك حرفيه الساك دقه وحده بسم الله اصلا مهرعه علاش قلت لك انا ما كنتش شريت حمص زعما فيه والو فيه شي فيتامينات بالعكس تعاون كيفاش ما تموتش بالجوع الله بدا تيبرد الحال يعني مشى عندنا الحال هادي باينه هادي راه معادله باينه لا خوتي بزاف ضروني راه في خاضي تحس بواحد قطع اللحم عالمي شحال 40 كيلومتر اللي باقا اللي ضربنا ضربنا 45 كيلومتر هادي واحد الفيلاج كي والو الله ما الا ضروني في خاطري بوي سبت جحجوع جحجوع هاد الحلقه هذه هذاك هو فين غادي نشوف كي نديرو ليها 12 وقت البلان دابا البلان اللي هو جبنا الطونطا ولا سميتو ديبان هذا 45 اللي ضربنا واه عقبات اصاحبي طلعت 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 وطلعت صعاب كاش يسحبنا لنا الطريق ديال افران دايره هكا صاحبي وطلعت هذه راه مدينه كبيره خويا راسك عييت ما ارتحيتش البارح مزيان كاين واحد المنتجع يا سلام منتجع شنو هذا تينعجوا فيه شنو منتجع بحال منتزع منتزع نور للطبيعه منتزع واش منتزع ولا منتزع لا اناقه جوح يعني كاين انا هذه مدينه الاناقه شي واحد طاق موسيقى عندك غير يضربونا بالكوبيرايت يا فهمي صافي يلا نمشيو للدراري الجحجوح نمشيو للاناقه والمناقه بسم الله يا اخوان حنا وصلنا للجحجوح كاين واحد القهوه ناضي يعني زوينه والدري صاحبي مشي يشوف مع الاخر قال لي كاين واقيلا شرطان هنا ما عرفتش داك الشيء نمشي نشوف داك الشيء واش مسلك ولا ما مسلكش بقات تقريبا 35 35 35 بقات الحاجب وحنا عيينا صاحبي شو رجلينا ضرونا كاع كانوا شي عقبات قاصحين كما قلت لكم صافي هذا لا عييت انايا صاحبي او بالكتريك وعيا او مشي يشوف القضي اش كاين انس يلا قضية خاصة شحال 400 شنو شقة بيت دار 400 دراري بزاف شحال باقي الحاجب 35 5 34 يلا نمشيو للحاجب اشدو الطريق بالليل واقيلا صافي هذا هو بلان دخلنا نقلبوا على الجامع لداخل ليه ديك اللعيبات اللي ليه ولقيناه وقال لك ما كاينش الايمان صافي قررنا نكملوا دخلنا المهم حنا نتلفوا تلفنا ودابا بحال ضربنا الدور على الفيلاج هو تيتاكد باش نشوفوا واش نكملوا الطريق هكا ولا هكا ما يمارش هاي طوموبيله خارج فين
دي الحاج بديريكت ويا زعطاك. بقى 33 نقصنا كيلو. نقصنا كيلو بالضحك. يلا نمشيو الاخوان، هذا هذا الفيديو غيكون طويل باللي غنسهروا فيه الليالي. يلا نمشيو، مالو غنغلبونا حنا الليالي كي والو صاحبي. ها هي طلع، غنمشيو نكملوا الطريق. يعني غيطيح لنا الظلام 100%، دبرنا عليها 200%. خونا غادي دابا غنبداو نتحركوا من هنا. تيسالي الفيديو ديال اليوم اللي ما وصلنا فيه للحاج بلا الافران، غادي نكملوه. وتهلاو ليا فراسكم وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله يكون مليء بالمغامرات، حيت نمشيو بالليل غنمشيو نجربو كي داير هادشي. يلا تهلاو فراسكم الخوت للفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. لا تسقوا.